طيب الدكتور عشان بس نفهم يا جماعة الموضوع، لأنه صحيح في مخاوف المدارس في مصر، نعم في مخاوف من إن تتسلل إليها بعض الأفكار، وفي بعض المدرسين للأسف في بعض المدارس بيقولوا للعيال ما تحيوش العلم، بيعلموهم حتى إهانة الجيش للأسف الشديد، وقلنا لابد من التصدي ده. معايا دكتور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم. دكتور علي أهلا بيك. مساء الخير يا وائل بيه، مساء الخير دكتور علي، أهلا بيك. ازيك يا دكتور وائل؟ علي، المشهد اللي أنا شايفه ده يعني هنا ليه اعتبرتوه بمثابة تسييس للأطفال والزج بهم في حركات وإيحاءات سياسية؟ يعني ليه تعاملتوا معاه بهذا الشكل وأوقفتم الأستاذة دعاء وأحلتموها للتحقيق؟ وائل بيه، احنا ما وقفناش الاستاذه دعاء. احنا مش هنقعد نعمل تحليل نفسي لكل مدير مدرسه او وكيل مدرسه عمل تصرف بالشكل الظاهري لا يليق بمؤسسه تربويه زي المدرسه. انا عندي قنوات شرعيه للانشطه وائل بيه في المدارس لابد ان تتبع من عند رئيس الجمهوريه، حتى اقل معلم يعلم تماما ان الانشطه المدرسيه هي سبيل من السبل الرئيسيه لاعاده اصلاح التعليم. ولكن من خلال قنوات شرعيه ومن خلال طرق تربويه مدربين عليها عشان نرقب ابنائنا. لكن النهارده اما الاقي كل مدير مدرسه يطق في دماغه او يتبنى فكره للتعبير عن نشاط معين شكله الظاهري بيوحي الى هذا الشكل اللي امام حضرتك على الشاشه، ماذا تعني هذه السيدة بهذا المنظر؟ العامة من الشعب المصري وأولياء الأمور وكل المصريين يشوفوا منظر طفل عنده 5 سنوات 10 سنوات 8 سنوات رافع المصحف لأعلى. ماذا يورد؟ بماذا يفسر؟ السيدة الفاضلة الزميلة المحترمة وكيلة المدرسة لم يصدر قرار بإيقافها ولا صدر لها جزاء، ولكن كل اللي عملناه وائل بيه أحلنا الواقعة إلى الشؤون طيب، القانونية. طب بس عايز افهم منك، اصل البعض ممكن يتعامل مع يعني انه الطفل يمكن انه يحمل مصحفا، او المصحف مش ملك للجامعات المتطرفة يا وائل استاذ بيه، يا دكتور علي. يعني هنا وائل بيه، ليه اعتبرت ده ما مشهد حضرتك وائل يعبر بيه، عن، ولا عشان الشارات الخضراء المعبرة عن كتائب القسام وائل الجناح بيه، الصورة العسكري قدامي، لحماس؟ الصورة قدامي، طريقة لف الجزء الأخضر من الإشارب بتاع الطفلة على رأسها، طريقة رفع المصحف، ماذا يوحي هذا المنظر؟ حتى أنا أقر أن السيدة الفاضلة زميلتي المحترمة اللي بتقول هنقاضي ونقاضي، هذه السيدة الفاضلة حسنة النية، أنا أقر بذلك، ولكن التحقيقات تثبت وائل بأنها حسنة النية. لكن المنظر ده إشمعنى رفع الفوق؟ اشمعنى هذا الزي الاخضر؟ برضو شيء مخيف يجب التحقق منه. لا، اما كل ايه الاحترام الشيء والتقدير، المخيف؟ ما انا عايز هنا احط ايدي بس يا دكتور، عشان يعني انا مش عايز كمان اعطي للمتطرفين فرصة يقول لك شوفوا بمجرد ما الاطفال بيشيلوا مصاحف بيعاقبوهم. يعني المصحف ليس ملكا للجماعة، كلنا نحمل المصاحف. يعني انتوا شفتوه ازاي المشهد؟ ما انا يعني ما انا عايز افهم يعني. زي ما عليك وحضرتك شفته كده وائل بيه، هل هذا هو التعبير الوحيد لمكافأة العيال لحمل المصحف؟ هو ده التعبير الصح الأوحد؟ انا يعني صحيح بعض الجماعات المتطرفة كانوا يحملون المصاحف وهم داخلين قاعات السجن وهم داخل القفص للتعبير تمام، عن انهم يعني يعبرون عن الإسلام ويملكون الإسلام يعني، لكن هل تعتقد إنها الأستاذة دعاء هتقصد ده بالمشهد؟ لا 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 وائل بيه، المحترمة الزميلة الفاضلة، ما تقصدش كده أبدا. أنا حتى هذه اللحظة اللي بتواصل مع معاليك هي حسنة النية، ولكن لم يصدر قرار جزاء لها ولا قرار إيقاف. الواقعة محل تحقيق، بمجرد ثبوت حسن النية يبقى في إجراء آخر. هي مبالغة شوية في عملية إن في إيقاف، إنها هنقاضي،
دول ابنائنا. طب ليه قالوا لها انه ده شبه الجناح العسكري لحماس كتائب القسامية؟ لا بتقول لي لا حتى انا ما اعرفش يعني ايه ما لا كتائب ما صدرش، القسامية. ما صدرش هذا الكلام بالطريقه المباشره للمحترمه الفاضله مديره او وكيله المدرسه، لم يصدر عن المديريه كده، ده كلام الناس اللي شافوا بس الشكل او المنظر اللي احنا اللي قدامنا ده، ده كلام الناس، لكن انا نفسي ومديريتي وادارتي لم يصدر منها اي اتهام رسمي مكتوب الى المحترمه الفاضله مديره او وكيله المدرسه، ما حصلش. احنا بكل اللي عملناه احلنا الواقع للاستفسار، هل هذا هو السبيل الوحيد للتكريم حفظة القرآن بهذا الشكل؟ هو ده السبيل الوحيد؟ طب وليه مش من خلال قنوات شرعية عن طريق المشرفين على الأنشطة في المدرسة أو الزملاء القائمين على العمل كان يخرج بطريقة أحسن من كده؟ بس ليه؟ طيب ليه ما خرجناش بتكريم أحسن من كده؟ ليه؟ طيب انا يعني هنا المسألة ممكن بيكون بس فعلا، لكن لو انتوا عندكم معلومات انه ده استنادا الى يعني له اساس يتعلق بالعلاقة مع الجماعات المتطرفة اقول لك ماشي. لو عندكم معلومات ان الأستاذة دعاء والله يعني تاريخها بيقول كده، انما هي بتقول ان انا بالعكس انا بعمل حتى انشطه للدوله وللقوات المسلحه، وانا مش منتميه لجماعه الاخوان ولا للجماعات الارهابيه، وعايز اقول كمان ولا المصاحف تعبر عن هذه الجماعات الارهابيه، لانهم يعني يا ليتهم حتى يعني يفهمون المصاحف جيدا يعني. فانا بس اكثر ما اخشاه هو صحيح يعني ممكن تقول الاطفال ليه ظهروا بهذا المشهد ويبقى فيه نقاش يعني، انما يعني انا هل تأكدتم؟ بس هو ده يا دكتور لا اللي انا انا بسأله، تأكدتم ولا ما تأكدتوش؟ المحترمه الفاضله ما حدش يقدر يتهم هذا الاتهام ابدا. انا بقول وانا الرئيس المباشر بتاعها هي حسنت النيه لحين انتهاء التحقيقات، ولا يوجد لها امامي الان اي اتهام، ولا يستطيع اي احد ان يوجه لها اتهام كبير زي اللي معاليك بتقوله، ولكن انا اوعد حضرتك وائل بيه على الهوا قدام كل جمهوريه مصر العربيه ان يكون هناك شفافيه في التحقيق، وحق السيدة الفاضلة يكون عندها، ولكن برضو ما هيصحش نسيب ان كل مدرسة تطلع لنا كل يوم بطريقة تكريم مخالفة للشكل العام واللائق والغير لا لائق. يعني هو طبعا هتلاقي في وجهة نظر تقول لك يعني، وانا ناس بعتين لي كده يعني، ان الاطفال يعني يجب ان احنا بنخليهم في يعني المصحف مكافأة نعم، ولكن يبقوا يعني في الصورة اللي بيبقى فيها الصورة المبهرة يعني، مش الصورة اللي فيها تقليد لبعض الجماعات يعني. بس انا أشكر كمان مش عايز حضرتك. احمل المشهد اكثر مما يحتمل، ويخلي الناس يقولوا شوفوا الحقوا ده بيتعاملوا مع حمل المصاحف في مصر على انها تهمة يعني. لا إن ده شاء اكثر الله. ما اخشاه يا دكتور. لا والدي، نوعد حضرتك بمنتهى الشفافية، وممكن أتواصل مع حضرتك في حلقة تانية أقول لك اللي حصل لمعاليك أوصله لحضرتك حتى نعرضه على الناس، لكن حتى هذه اللحظة السيدة المحترمة في منأى تماما عن أي اتهام ان شاء بكل الله يا واحد. استاذة دعاء. انا شايف كلام الدكتور علي هنا كلام ايجابي جدا، وبيقول يعني ان هم عندهم ملاحظات بس على يعني فكرة النشاط ونشاط الطلاب، وما كانوش عايزين المشهد يبقى بهذه الصورة يعني، لكن هم لا يحملون اي اتهامات لكي. تمام. طيب انا عايزه اسال الدكتور علي عبد الرؤوف لو سمحت، عايزه اساله حضرتك ليه صرحت ان انا كتائب قسام؟ ليه صرحت؟ والتحقيق حضرتك بتقول ما تمش معايا كتائب قسام، لا تم الاشاره لكتائب القسام مباشره يا فندم من تحقيق الاداره مع الاستاذ صالح. حضرتك يا دكتور علي ما اطلعتش اصلا على التحقيق بتاعي، انا اتحقق معايا ساعتين وربع لمده ساعتين وربع، 3 صفح مليانين عشان بس حاجه زي ساعتين كده وربع بيسألوكي ما علاقتك بكتائب القسام؟ يا فندم، بيسالوا فوق حضرتك يعني اقول لحضرتك بيسالوني لا مش كده، ايه السبب؟ ماشي قلت السبب، طب الاولاد رافعين لفوق ليه؟ طب عشان كذا، يا جماعه الاولاد فرحانين بالهدايا، يا جماعه الموقف عفوي جدا حضرتك، يقول لي طيب ماشي، طب هم حاطين، طب الشهاده ليه خدتوها في المسرح وما خدتوهاش بره؟ يا فندم الدنيا مطرت، طب ايه دليلك انها مطرت؟ هجيب لحضرتك صوره والاولاد، طب انا اعمل ايه؟ اسئله من هذا القبيل. في ولد مثلا كان متصور، ولد اسمه عمر معايا يا فندم، عمر دوت اتصور في بيته لانه كان ظاهر معايا وهو مغمض عينيه، بعد ما راح البيت حبيبي بيبعت لي الصوره
بيقول يا ميس لو سمحتي نزلي لنا ايه الصوره عندك. قلت له حاضر. تخيل حضرتك المحقق الاستاذ صالح يسال ايه، هو اللي طلب منك ولا اخته؟ قلت له اخته. طب اخته كلمتك على ايه، على الواتس ولا على الماسنجر؟ شوف حضرتك دي اسئله تسال. طيب انا يعني اقول لك بعض، في ده عندي يعني تعليقات من تخاف ناس. يعني عندي دكتورة إيمان بتقول بصراحة وكيلة المدرسة عندها خلفيات دينية راسخة في يقينها، كان من الأفضل والأقوم تربويا للأطفال تلبسهم الروب بتاع التخرج للاحتفال، لكن المظهر بهذا الشكل داعشي. دي وجهات نظر. عندي في اسلام خليل الشاعر بيقول الاخوان بداوا يمارسوا ادوارهم القديمه في كل المؤسسات، وهناك افعال كثيره خبيثه تحدث. عندي هنا انا شفت واحد بيقول انا شفت الشيخ علي جمعه يقدم برنامج على CBC وهو لابس عمامه خضراء اللون الاخضر، رمز كويس في مسابقه قران، ارجوكم ساعدوا الاستاذه دعاء وواضح انها بريئه. دي يعني وجهات نظر عندي مختلفه يعني. طيب قولي لي هنا استاذه استاذ دكتور علي، انا بتقول لك انت صرحت بانها كتائب قسام قبل كده يعني. وائل بيه لم يصدر عندي انا شخصيا اي تصريح بهذا، ما حصلش نهائي نهائيا. هي بتقول انت صرحت ان ده كتائب قسام، وفي الاخر تقول التحقيق ما وصلكش اصلا. يبقى ازاي انا هصرح من غير التحقيق ما يكون قدامي؟ انا بس بقول وائل بيه عشان ما اطولش على معالي. طبعا السيده المحترمه اللي انا مصر انها حسنه النيه بمنتهى الشفافيه، مجرد ثبوت حسن النيه ابلغ معاليك ان منتهى الشفافيه للسيده المحترمه. ان شاء الله انا اتمنى الا نظلمها، واتمنى كمان يعني حتى يعني لو البعض مختلف في عندي او ناس مختلفين ان الاطفال يعني شايفين انه المشهد يعني لا يتناسب مع سن الاطفال، على اعتبار زي ما قلت لكم يعني حمل المصاحف كان بيعبر عن مواقف كثيره يعني، لكن مش عايز كمان ان حمل المصاحف يتحول الى تهم يا جماعه يعني والله الجماعات المتطرفه لا تعرف شيئا عن المصاحف، ولو يعرفون المصاحف لو يعرفوا المصاحف جيدا يعني ما سفكوا الدماء وما قتلوا يعني. يعني فهنا اذا المشهد ده شبه استخدام الرايات الخضراء والشعارات الخضراء انه يستند لكتائب القسام الجناح العسكري لحركه حماس، فبالتاكيد انا واثق من كلامي مع الاستاذ دعاء كده انها يعني ما تعرفش تفرق ما بين كتائب القسام واي كتائب تانية يعني. استاذه دعاء هنشوف التحقيقات ونتابع معاك ان شاء الله، واحنا وصلنا صوتك. بشكرك. بشكر الدكتور. طبعا يا جماعه انا عشان بس اوضح تاني وتالت، يعني مدارس كتير بتحتفل وبتدي للأطفال هدايا مصاحف، مش عايز يبقى عندنا هذه الحساسية كلنا حينما تمر بأزمة بترفع المصاحف وتقول يا رب وتقرأ في المصحف، وبالتالي هنا مش عايز انه ده يلتصق في أذهان الناس. أصل ده إذا كانت بعض الجامعات المتطرفة لجأوا الى اسلوب حمل المصاحف، وكان في مره قالوا هنتظاهر بالمصاحف يعني، فاكرين حتى انه المراجع الدينيه كلها قالوا لهم انه ده خطا وخطيئه كبيره انه يحدث ذلك يعني. انما مش عايز الحساسيه الشديده دي تخلي عند الناس امسك اخواني امسك قسام. لازم نتأكد يعني عشان لا نظلم أحدا، وكمان علشان لا نصدر مشهدا ان احنا وكأننا نعاقب الأطفال على حملهم المصاحف يعني. لا، فليحمل الأطفال المصاحف ونحثهم على انهم يقرأوا القرآن جيدا ويحفظوه جيدا، فده يعني أكثر ما أخشى. لأنه تالت كمان بقول كتائب القسام حينما كانت مقاومة، عشان البعض بس ما يزايدش يعني، في مواجهة إسرائيل كنا معها حينما أعلنت أنها جزء من التنظيم الدولي للإخوان، ورفعوا إشارات رابعة في الاستعراض العسكري الشهير، وكنا ضدهم وتدخلوا في شؤوننا، وأيضا نسقوا مع الجماعات الإرهابية في سيناء. قلنا لا، يجب أن نتصدى لذلك.
بسرعة.